السلام عليكم البنات، اش اخباركم اليوم؟ ان شاء الله في هذا الفيديو نوجد معكم بسيتلات صغيورين كيجيو غزالين مذاق جديد على اللي ولفنا. غنوجدو ان شاء الله بالصوصيط والخضره. اذا غنحتاجو العطريه، عندنا سكنجبير، بزار، التحميرة، الخرقوم، والهريسة، ورقة ديال البسطيلة، عندي قرعة خضرة محكوكة، جوج خيزوات محكوكين، وعندي بواط ديال لي شامبينيون كونسيرف قطعتهم، عندي نص كيلو ديال الصوصات، جوج بصلات كبار مقطعين، فيرميسيل. زيتون وحامض مقطعين، الربيع، ثومة، الملح والفرماج. اول حاجة نبدو بها البنات، ناخدو لافيرميسيل ديجا انا درتها في المطايب، نحاول نقطعها بالمقص، قطعها مزيان حتى نتأكد أنني قطعتها كاملة. نضيف ليها الزيتون والحامض مقطعين، شوية ديال الهريسة الناشفة، الغرض من هاد العملية البنات هو أن لافيرميسيل ديالنا تكون لذيذة، ما تكونش باسلة. كنخلط مزيان، هنا من بعد ما خلط غدا نخليها وغدا نمشي نطيب العمارة ديالي. أنا في الطنجرة درت شوية ديال زيت البلدية، وغدا نزيد البصلة المقطعة ونخليها تشحر مزيان. البنات من بعد ما تشحرات لنا البصلة كنزيد الصوصيط اللي ديجا حيدت له هذاك داك العيب فاش كيكون صوصيط، ونحاول نفرتو. من بعد البنات، هنا البنات طفات الكاميرا وما شفتهاش، زدت لها خيزو وزدت القرعه وزدت الثومه والربيع، زدت شويه ديال التحميره، شويه ديال سكنجبير، الملح، البزار، سكنجبير يلا زدتو دابا، نسيت البنات ما قلتش لكم مع المكونات بلي غنحتاج شويه ديال كونسونطري د مطيشه، تقريبا واحد المعلقه صغيره،
غنخلط كلشي. نخليوه يطيب. مرة البنات تنحلو تنحركو تنقلبو ونشوفو واش داكشي طاب ولا لا. بعد البنات طابت لي العمارة ديالي، طفيت عليها وزدت لها فيرميسيل وخلطت مزيان. وخليتها تبرد. تقدروا البنات تزيدوا الهريسة، تذوقوا الى لقيتوا الملح ناقصة تزيدوها. هنا البنات غتجي مرحله ديال التعمر. من بعد ما بردت ليا لافاخس كناخذ الورقه ديال البسطيله وتنفرقها على بعضياتها وتنديرها هكا في منديل نغطيه. خصكم ضروري البنات تغطيو الورقه باش ما تنشفش ليكم. ناخذ هكا نسخ اللي غادي يعاوني باش نعمر. ولا تاخذوا جبانيه ولا بواطه ولا اللي بغيتو. كندير العمارة وكنحاول ندخل العمارة ديالي بحال هكا كيف كتشوفوا بالمعلقة ونورك عليها باش البسيطلات ياخذوا الفورم ديال لو سيركل يجيو مقادين مزيان. من بعد ندير شويه ديال الفرماج. هنا عندي البارميزان وعندي الفرماج الاحمر، كندير غير شويه وغادا نبدا نجمع. نبداو البنات نجمعو بحال الا تنديرو كوميميسا. شفتو؟ جمعو نزيرو ونوركو. نركو عليها باش تهبط وتشد الفورمه مزيان. من بعد تنقطعو الزايد اللي عندنا ديال الورقه باش الورقه ما تجيناش معجنه. وانا البنات راه ما كنسدها لا بدقيق لا بزبده لا بدقيق لا حتى شي حاجه، غير كنورك عليها راه كتسد بوحدها. وكنرجع كندير ورقه واحده اخرى وكنخالفهم الجهه اللي قطعت منها الورقه هي اللي كنديرها لتحت. ودابا غنقطع. كندير نفس العمليه اللي درت المره الاولى، قطع وغادي نجمع ثاني بيدي مزيان. وخلي البنات ما ديروا ليهم الهمه على الدقيق لهذا، راهما حتى يلصقوا ولا بيض لا حتى شي حاجه راهما حتى يلصقوا. هنا كندير الزبده دايبه. انا البنات راني ذوبتها ولكن حقاش عندنا البرد بزاف رجعت جمدات. كنرجع نعاود نفس العمليه.
نرجع نطوي. مخصكمش البنات تخليو البسيطلة ديالكم، الورقة ديال البسيطلة تخليوها مرخية حقاش ملي غتحيدوها من الوساخ كي غدي فورما ليكم. داكشي علاش خاصكم تزيرو مزيان، شفتو؟ ونقطع الزايد ديال الورقة ونورك بإيدي، وهنا غدا نخالف الجهة اللي قطعت منها الزايد هي اللي غنديرها لتحت. البنات ونرجع نقطع الزايد ديال الورقة. المهم البنات الا نتوما بغيتو ديروا ليهم تكيب ولا الماء ولا هذا راه ديروه ليهم. وانا البنات بغيت نوريكم الورقة اللي غتبقى لينا خاصنا ضروري نديروها في بلاستيكة، نسدو عليها مزيان بعد باش ندخلوها للفريكو. الا البنات خليتوها تعرضت للبرد غادا تنشف وغادا تولي كارمة. المرة الماجية تبغيو تخدموا بها ما غاديش تقدروا وغادا تسقط عليكم. وهلا البنات وريتكم الطريقه كيفاش انا كنحتفظ بالبسيطلات ديالي الا بغيت ندخلهم للفريكو. كناخذ السروفان كنحطو طويل وكنحط البسيطلات وكنبقى ندور كل واحدة في السروفان هكا البنات باش اولا الورقه ما تخسرش، ما تبغي طيبو ما تفرقع وغتقطع وتولي خايبه، وثانيا باش البسيطلات ما يديروش لكم الريحة في الفريكو. البنات من بعد ما كملت درت البسيطلات ديالي اللي باغا نخبي في السلوفان غنرجع نديرهم في بلاستيكا، نستفهم في بلاستيكا عاد السلوفان ما كيخليهمش البنات يتلاصقوا. الا درتوهم بلا سلوفان راه ضروري غادي يتلاصقوا لكم وغادي تخسر لكم الورقه كيف قلت لكم. كنحاولوا نخرجوا منهم الهواء، كنسدوا البلاستيك مزيان البنات. صيبتهم طيبت منهم شويه تغدينا منهم وهادو اللي بقاو ليا خليتهم في الكونجيلاتور. انا البنات هادو اللي طيبت. بالنسبه للبنات لطريقه الطياب انا شعلت عليهم الفران الفوق والتحت 200 درجه، ما خدوش ليا بزاف ديال الوقت، ما عرفتش شحال بالضبط ولكن راه ما خدوش ليا الوقت بزاف. وهنايا جا الوقت ديال ديكوراسيون، شويه ديال الفرماج من الفوق وربيعات وداكشي راكم عارفين. هادوك الاخرين درت عليهم شويه ديال الهريسه الناشفه. صافي البنات انا قدمتهم، جاو فنين جاو غزالين، المذاق كيزوين بزاف كيف قلت لكم في الاول. كيجيو مختلفين على البسيطلات اللي والفنا ديال الدجاج ولا ديال الحوت، هادو كيجيو مغايرين وكيجيو مقرمشين. انا غنحل معكم وحده باش تشوفوهم كيف جاو من داخل البنات. وانا غدا نقول لكم بالسلامه عليكم، خليت لكم الراحه ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو جديده. ريحونكم، باي باي.